كتشوف قلت ليش كدير بس عجيب. عاوتاني انا مؤخرا دابا شي 10 ايام كنت عيان شويه ودقيت برا راسي عاوتاني دوزت في العرق دوزت هنا خشيت السيران في العرق سبيريت خرج شويه الدم وانا ندوز اللي بغا ندوز لي شي بريزي يا وليدي تو صحاب صلاة العام ندير لهم لقاح وقال انا والله ما نديرو دابا من هنا لواحد 6 شهور ولا 7 شهور شوف عباد الله شوف الريزلتاو انا بروفيسور كبير تبارك الله قال لي باقي ما داروش وما نصحنيش ندير شحال من فربليا وشحال من فرملي باقي ما داروش شحال من طبيب باقي ما دارش الفاكسان انا بعدا ما غاديش ندير الفاكسان دابا انا ماشي ما كنصحكمش ما ديروش لا ديروا الفاكسان انا غير انا ما باغيش نديرو دابا تنشوف الاعراض ديال الناس من واحد 5 شهور ولا 6 شهور شنو غيطرى ليهم شنو غيدادهم شنو غيتنقصهم 7 شهور ماشي عام عامين والله نصبر ما عندي فين نخرج دابا غير هنا الخدمة كدا على شعر اللي خدم واخ راه ضروري غيكونوا اعراض مختلفة فهمتي يعني تكون الا جات شي بلاد واحد الاعراض تكون واحد النسبة قليلة وهاديك النسبة قليلة انت غتشوف وغاش ميتريزي مزيان غتشوف واش الا ما مثلا بزاف الناس مرضوا بزاف الناس ماتوا كدا غاش غدير الفاكسين والله ما تروح ما غيديروا فهمتي اش بغيت نقول لك ناري عشان نوريكم واحد لعيب بغا نخلعكم شوفوا تري ناري 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 سي سي رابا بغا نسخف مالك شنو هذا؟ باجي تعمر شي الدنيا اشارة بدك الريس ها؟ ديك الريش اللي كيعجبك شنو ديك الضو؟ اسمعش شنو كتقول قلت لك ديك الريش اللي كيعجبك عينك أخذك سعدات سعداتي؟ عينك البكري من يجب؟ حاجة تقام لهيبي لا أنا جاية عثمان شنو نسمع واحد الاوديوات عرفت ما بقاش بس بغيت نتصور كي خافني نعيط داكشي ما هذا ترى الصور اللي فرد تبارك انت غيكون السحب فاش تكمل الناس غيكملوا عشراك غادي نكملوا السحب ولا باجي تكملوا عشراك غنكملوا السحب ان شاء الله الخوش كملوا 15 كا الا بغيتو دخلوا كادرمو غتلقاو لي بار اللي عنده شي حاجه صيفطه اللي عنده سبين يجرب تلقوه أرقام لاحظ لك خويا أرقام ربي قلت لك تبغي العضلة لا خويا كيما كنا قبل
سميتو نيو بوست جاي لحلكم ريز فيديو ولا لحلكم بوست. عندي بوستات بزاف، عندي شي 4 بوستات. بس تعرف واسي ارجعوا ان شاء الله بقوة ريز. يا وليدي راه معصب. ورخفوا النفس كلشي معصب دابا. ارس بروسا خد صفتو لي لايك. مظهرات غايد وانا ما نسيكي. روب عنده هذا، عنده حد بيسير. تبارك الله عجيب. داش كبرت صغير صغير مشي صغير يا رابا بكترين جاي غتولي تريني معايا. رابا اش بان لكم رابا تولي تريني معايا من الحد الحد. والله تولي تريني معايا ستة قشلة تريني بها الفخاط. الله يمد قدي عندي لا شي فلوق يا خلو رابا بشي كتر في السكواد مرة مرة كتضرب الحد. تخيل 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 واش خوت ما كبغاش تريني. لا ما غاديش نحزق. علاش علاش دابا باش تقولنا ما كنتش حزقيس انت حزقه ولا كاين شي واحد ما كيحزقش؟ بغيت نسمع شنو كديري. الله اعلم. ايه هادي اللي بغيت نسمع. كل يقول لا انا ما كندير هذيك الدريش كيبقاو يعوجوا في الدوحه. كل لا انا ما كندير ما كندير ما كديرش دونك مريضه. يعني الدواء تمام صاش كنطبق ما عندها مش خايف. كاين شي واحد ما كيحزقش تمام. هاي الايمان راكبه في الطياره ياك ما حزقاتش. أجي واحد الحفقة قلت له حرام كيش بغي كيش بغي تحبسها لك على مشي سيلانس تما. ولا لا واحد الحفقة قلت له حرام كيش بغي تحبسها. ليش هندي ذاك شي بك كتسمعوني كتسمعوك. واحد الحفقة قلت له حرام كيش بغي تحبسها كتغفلك كتخرج سيلانس كتحش بيها كتشم الريحة. طب لا ما ندير على عطشك انت عادي. انا كنا ناكل ماكله وكنا كومبليمون فهمتي عادي. ديك النهار قالت لي خالتي ناري ناري سداري ناري سداري الاخر والله. كيفاش غتشوفيني وانا داوية على موضوع الحزاق كي ما غتشوفيني مهرة باش تشوف ريكورد. الله من بين راسي والله بلاشي بلاشي. الناس اللي كيتفرجوا الناس اللي غير ريكوردي والله سمع سمع. هادي اللي طالعة معايا الاسم ديالها رباب حزاقة من نوع الرافع. الشاهد اللي تيدوي معاكم صابوتي حزاق سداري كيتفرق من الوسط. اجي واحد النهار حزقات في تقبات نمو فيها. دابا انا ما بغيتش نقول ديك الكلمه اللي قلتي زعما انت قلتيها وانا سيدي لك درت نوسيه هكاك ترى هرستي سداري بعودو. اشوف السروال السروال تقطع في خباركم واش تحبس الزق بس نموت. السروات سماش فيه الزق خويا كنت متفرج ديال التمزيقه فاش كيتمزق لك السروال فاش كيتمزق لك السروال كتسمع الزق الزيق
بحال هكاك تسمع مع الحزقه ديال الاثمان. اجي وخلينا تبتنا قلنا جوج وتشوفوا هاد التصويره تجمعنا كاملين حدا هو يحزق. كضحك هربنا وعرفتي راه حزق عثمان سنجاب حزق عاد سنجاب حزق. لا دابا سمع سمع الكلا خلنا نقول خوتي انا ما غنحشمش نقول لكم الصراحه فهمتي نتوما غاش حكموا دابا انت داتك مبدلة على شحال من حاجه مولفه الخضراء ولا بروتين بوحدو وانا خضراء ولحوم بيضاء ياك انت بليل ونهار دخلتي الشوكولاد دخلتي سلو دخلتي الذكية دخلتي شنو اخر الكعك البلاط. استنى نقول لهم شنو كليتي شنو نقول لكم اخوت الكفته الديسير بسبوسه كنافه الشباكية سلو اكاجو القرقاع اللوز اتاي واتاي قال لا 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 ما نشربش اتاي فيه السكر يلا يلا شرب الكاس الاول ولا زيدي واحد شويه زادتي كاس ثاني ولا شويه باش نكمل هاد الشريه باقي ليا في سما سما ما كليت ما درتي تفاعلاش معايا وانا نسمعك ثم جوج حاجه با انا فرتك قلت لي ولد ناري 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 واخا تجي من الكوزينه قالت لي ها يا هاي ستيري فرقاتينا في ذاك النهار وكما كنت قالت حدانا يسحب لينا غدا اش دخل على السوق عليا ماشي مشكل عاد ممكن انا مكان عادي عندي كلشي كيحبك اصلا ايوا ايوا ماشي فهاد عصبتك اي تعاد يلا سوي صوت انا تنعبق ولكن انا ما كنغفلكش حشومة تشاورين يا ها شنو قلتي عثمان قلت لك تشاوري معايا ماشي كنتشاور معاك كنقول لك بحال مثلا كتهيئك انت ما كتهيئنيش كتجي كتفاجئني واش حشمتي علاش انا حشم اختي عاد اختي شوف انا نقولكم واحد الحاجه راه اللي ما كيحزقش خاصو يمشي يداوى الانسان العادي الانسان العادي 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 الانسان العادي والله شوف الصح القليله قليله خاصو يتنفس خمسة مرات في النهار ولا ستة مرات في النهار دابا والله شي صحابني تنضحك معاهم ملي تنقول لهم اللي ما تيتنفسش خاصو دخلوا قراو شويه الناس دخلوا تقفوا شويه الانسان العادي خاصو بسم الله ثلاث مرات في النهار شوف اقسم بالله والله اللي ما كيتنفسش راه خاصو راه فاش كتنفس المعده ديالك كترتاح راه داك لي غاز كي خاصهم يخرجوا فهمت ولا شحال من حاجه المصران خاصو يكون خاوي من نفسك بعد ما راه كتقول كتسمع شي واحد كيقول لك مصراني غيطرطق خاصني نتنفس راه فاش كتنفس داك تي كيلعب لك على في ستريسيك والله شوف صح الانسان العادي خاصو يتنفس خمسة مرات حتى ثلاث مرات في النهار شو دابا والله والله ما كنضحكوا معاكم نتوما ما كتشوفوا كلشي بالضحك ايوا دابا سيدي ما تحسقوش حبسوا نتوما تفرقعوا موتوا باش نخراو نتوما اش ساقي فيكم في راسك عصبوني كنقول لهم راه اللي كنقول لهم اللي ما كيتنفسش راه خاصو يدوز انا كنقول لك حبسي ايه والله راه كيقول لك جوج حوايج ما تحبسهمش الحزقه والعطسه هادي ما قال الصراحه حتى شي واحد قلتها انا راه ما حزقتش راه كتعجبها كديرها في ميكا ومره مره كتقد تفهم راه كديرها في ميكا عزيزي على ديرها في الثلاجه انا عاش عندي واحد ساشي جمع فيها كاع الحزقات ديالي تدربي على الدبان مره وليدي واش دابا كلمه حزقه كلمه عيبه راه ما عيباش تنفس كيقولوا تنفس تنفس انتما ما غتنفس ما تفهموش شناهي تنفس دونك حزق
كتكتيري بعديه. الخوت بلاش بلاش والله تنوريهم يا اخي. لا قول قدام نقول ولا والله تتسنى تنوريهم يا الله غيبقى ضرهم راسك راسك فلاص. ما تقولوا نقول لكم حاجه كنصيفط لكم هاد لي موج. سميت انا من خوت تهلاو في راسكم. اي راه بطلق لكم دابا. الله معكم.